كفته البطاطس اللي بالرز دي. يعني عندي هنا بطاطس مسلوقه، رز ابيض مستوي، لو عندك كوبايه ولا حاجه من فضله من امبارح ممكن نستعملها. هناخد دقيق، بيضه، جبنه رومي، شويه بقدونس، شويه ثوم، وجبنه موتزاريلا. هحط بقى هنا كده، بسم الله، بطاطس مسلوقه، طبعا الكميات زي ما انت عايزه، ويا ريت لو لسه جديد ما تكتريش، يعني نعمل حبه صغيرين الاول وبعدين نشوف ايه اخبار الاكل فيها بقى، عجبتهم اشتغل. وشويه رز قدهم، رز ابيض عادي خالص، رز ابيض، رز بالشعريه، اي رز عندك، رزه ورزه، ماشي، مفيش اي اضافه على البطاطس خالص اهي. لسه هحط بيضه، دي اللي هعجن بيها، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه بقدونس مفرومين ناعم، حبه حلوين كده، شويه جبنه رومي مبشوره عشان تحدق لي شويه، مش كتير بس ما تكترش، يعني معلقتين كفايه قوي، ثوم مفروم معلقه، واحط لها ملح وفلفل وكمون، ملح وفلفل وكمون، ممكن شويه شطه لو هم كبار، لو صغيرين بلاش، فلفل اسود، ملح بسيط علشان انا عندي الرز متملح ومستوي عادي خالص، شويه كمون عشان البطاطس والثوم، والشطه اختياري، الشطه اختياري، واعجن ده كله مع بعض. وهنا كده بقى اعجن بقى البطاطس، بطاطس مسلوقه، شويه رز مستويين، بيضه، شويه بقدونس، شويه جبنه رومي مبشورين، ملح وفلفل وكمون وشطه. هاخد بقى اجيب بس طبق، بسم الله الرحمن الرحيم، احط فيه شويه دقيق، انا هغلفها بدقيق بس، انا برده قلت لكم مش مكلفه خالص، ممكن بقى ايه يا اما احشيها جبنه يا بلاش، يعني انا ممكن اعملها كده ساده، وممكن لو عندي جبنه موتزاريلا احط جواها، ما عنديش خلاص بصبع كده زي ما هي، هي فيها كل حاجه حلوه كده كده، يعني ممكن اعملها كده، اعملها اسطوانه، بس ماسكه نفسها ازاي، واروح احطها في الدقيق، تمام، دي بحطها في الثلاجه في الفريزر شويه كده قد نص ساعه، وبعدين ابدا ان انا ايه احمرها، عايزه احشيها. طيب اهي بعملها قرص في ايدي كده، يعني دي لو الاولاد كلوها حاف كده هايله جدا كده، بص كده اقفل عليها، خليش الجبنه بره عشان ما تنزلش في الزيت كده، وابدا ان انا ايه وانا بصبعها اضغط عليها، واحط في الدقيق كده اهي بالظبط كده، عليها الدقيق اللي انا حطيتها عليه زي ما انتم شفتوا كده، ورحت مدخليها الفريزر، وبعد كده ابدا ان انا اقليها. لو عايزه احطها في الفرن احط شويه من الزيت، هوريك دلوقتي ممكن اعمل لك ايه كام واحده كده في الفرن برضو، عشان اللي مش عايز يقلي في الزيت، شويه زيت، وبعدين ناخد الكفته كده ونقلبها في الزيت ده كده، ونركن على جنب، نقلبها في الزيت ونركن على جنب، ونروح حطيها في الفرن بس كده، تمام. كده ايه كده لونها كويس،